طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا معنا في هذا في هذه المحاضرة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة نتكلم على لانسيون دي فراز، لانسيون دي فراز طبيعة الجملة. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. نتكلم على طبيعة الجملة الفرنسية وأنواع الجملة الفرنسية. عدد من حضراتكم هنا دلوقتي إن شاء الله بإذن الله نتكلم على مفهوم الجملة الفرنسية. مفهوم الجملة الفرنسية كسك لا فراز فرنسي، ما هي الجملة الفرنسية؟ الجملة الفرنسية لما أقول لي بيتي غارسون بلوند، الولد أبيض، هذه مجموعة من الكلمات ليس لها معنى كامل وتام. حضراتكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله نتكلم على تمام لي بيتي غارسون بلوند. تكلمنا في المرات السابقة في ثلاث محاضرات الأولانية، تكلمنا على ما هي جملة وأركانها. أركان الجملة الفرنسية سوجي فيرب كومبليمون. النهاردة نتكلم على يعني إيه جملة وإيه أنواع الجمل دي. زي ما قلنا قبل كده لما أقول لي بيتي غارسون بلون، تعال نمسكها كده نفصل أركان الجملة فيها، هنلاقي هنا إن الجملة ناقصة ركن من أركانها. لي بيتي غارسون سي سوجي بلون كومبليمون، لكن لما هنا او اتريبيي بمعنى صح نعت، اتريبيي يعني نعت، فهنا ناقص الفيرب فعل الجمله. هذه مجموعه من الكلمات ليس لها معنى كامل وتام، وبهذا لا تعتبر جمله. لكن لما اقول لي بيتي غارسون جو دون لو كور لا كور في لا ميزون، الطفل الصغير يلعب في فناء المنزل. لي بيتي غارسون جو دون لا كور دو لا ميزون، هذه مجموعات من الكلمات تعبر جملة عن جملة عن معنى كامل، ومن هنا نستنتج ان الجملة هي مجموعة من الكلمات ذات معنى مفيد وكامل. وعند الكتابة الجملة تبدأ الكلمة الأولى بحرف كابيتال مجسكيل هي بنقطة الان بوان. مثال لما أقول لو ليفر اي سور لا تابل، الكتاب على الطاولة. لما أقول ما سير جو دان لا كور، أختي تلعب في الفناء. لما أقول ما كاميراد اي تري بري دو موا، صديقي قريب لي، بري دو قريب مي، قريب مني، دو موا، سمير اي كونتون. طيب عزم حضراتكم هنا ننتبه الى حاجتين. تنقسم الجملة الى جملة بسيطة فراز سامب وجملة مركبة لفراز كومبلكس. طيب حضرتك هنا بيقول سمير اي كونتون، هل الجملة دي دلت على ايه؟ ده اللي هنعرفه. وايه هل احتسب كونتون هنا كمفعول ام لا اتربيه كنعت؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله دلوقتي باذن الله في بداية هذه الجملة البسيطة. تحتوي على فعل واحد، يبقى في حاجة اسمها جملة بسيطة لفراز سام، فراز كومبلكس جملة مركبة. الجملة البسيطة هي تحتوي على فعل واحد مصرف ويوجد منها عدة أشكال. ثاني، يبقى الجملة البسيطة التي تحتوي على فعل واحد في الجملة. سوجي، فيرب،
فاعل وفعل. لما أقول جولي أنا أقرأ جولي. الشكل الثاني سوجي فيرب أتربيه، فاعل وفعل ونعت. تمام حضراتكم معايا؟ تمام رب العالمين. يبقى الجملة الأولانية عبارة عن فاعل وفعل. لما أقول جولي أنا أقرأ سوجي فيرب أتربيه. تمام يا فندم، أنا من الشرف. سوجي فيرب أتربيه فاعل وفعل ونعت. لما أقول لا في إي بيل لا بال، لا في إي بال الحياة جميلة. لو هنا قلنا إن لا في الحياة هو السوجي وإي فيرب إتر بمعنى هو الفيرب دي الجملة، فيرب دي فعل الحالة، يبقى أنا بسمي فيرب إتر فعل الحالة. لا في بمعنى الحياة، إي فيرب إتر بل أتربيه بمعنى النعت. النعت هو عبارة عن صفة يرتبط بالفعل، يبقى النعت أتربيه سيجكتيف أو نو بلان دو الفيرب يتعلق بالفعل، أتربيه دو الفيرب يتعلق بالفعل. النعت هو عبارة عن صفة أو اسم يتعلق بالفعل. الشكل الثالث الجملة البسيطة سوجي فيرب كومبليمون، سوجي فيرب كومبليمون فاعل وفعل ومفعول به. ما معنى يتعلق بالفعل؟ بيتعلق بالفعل بمعنى ان هو مرتبط به. لما اقول هنا، لما اقول مسيو محمد ايه، ماله مسيو محمد ايه متعلق به ازاي؟ ماله محمد يكون الاستاذ محمد يكون، يكون ايه؟ يبقى لازم هنا يكون يبقى متعلق بصفه بشيء معين كونتون. تمام صفته، يبقى هنا كونتون. في لما اقول جي جي مارش انا امشي، هنا لو ممكن اقول جي مارش ابيي سيرا على الاقدام، يبقى ابيي ما احسبلهاش كومبليمون، احسبها اتربيي نعت. انا وصفت حالة المشي لكن بنفس الوقت قلت ابيي. تمام رابيدمون سريعا، يبقى دي برضو نعت. يبقى بينت نعت باللغة الفرنسية لا يقتصر على صفة، ولكن يقتصر ممكن يكون صفة او اسم او ظرف. يبقى ده معنى النعت بتاعه، لكن مش جزء من الجملة، ما بيقعش ان مفعول به. لو انا جيت يعني ايه مفعول به زي ما خدنا المرة اللي فاتت، مفعول به ووقع عليه ما اسم وقع عليه الفعل. اما اقول جي ريجارد لتوفي، يبقى توفي هنا كومبليمون دايركت مفعول به مباشر، وقع عليه فعل المشاهدة. لكن لما اقول جي مارش ابيي امشي سيرا على الاقدام، يبقى سيرا على الاقدام يبقى تعتبرش وقع عليه الفعل، لا هي بينت حالة المشي، يبقى بالتالي نعت. وصلت لحضراتكم؟ تمام. طيب يبقى هنا السوجي والفيرب والكومبليمون دي الحالة الثالثة من أشكال الفعل، وإياكم. طيب لما أقول أروى إيم للشوكولا، أروى تحب الشوكولاتة. تمام الفراس كومبلكس النوع الثاني من أنواع الجمل، الجملة المركبة. ويمكن أن يقال عن جملة أنها مركبة عندما تتكون من جملتين أو أكثر. الجملة المركبة هي أكثر من جملة بمعنى أدق، أنها أكثر من فعل. الجملة التي تكمل معنى جملة أخرى تسمى لي بروبوزيسيون سوبوردوني الجملة التابعة. يبقى الجملة المركبة هي جملة أو جملتين، الجملة الأولى هي الجملة الرئيسية، والجملة الثانية
هي الجملة التابعة لبريدسيون برانسيبال، الجملة التي يكتمل معناها، والجملة التابعة هي التي تتعلق بها. لما أقول بريدسيون سيبوردوني، مثال لما أقول هنا le chat est animal domestique parce qu'il veut vivre avec l'homme. القط حيوان أليف، لهذا يمكن أن يعيش مع الإنسان. عاد حضرتكم هنا دلوقتي في الجملة دي حددوا لي بقى فين الجملة الرئيسية وفين الجملة التابعة. أنتظر إجاباتكم. Le chat est un animal. Est un animal. Le chat est un animal domestique parce qu'il veut vivre avec l'homme. القط حيوان أليف، لهذا يمكن أن يعيش مع الإنسان. أين الجملة الرئيسية وأين الجملة التابعة؟ الجملة الرئيسية لشائط أنيمال دوموستيك هي الجملة الرئيسية، لكن بارسكي تماما يبقى لشائط أنيمال دوموستيك إنه حيوان أليف هي الجملة الرئيسية. Parce qu'il peut vivre avec l'homme هي الجملة التابعة subordonnée. يبقى هنا le type de la phrase أنواع الجمل، جملة عدة أنواع. La phrase أنواع الجمل، يبقى احنا هنا خدنا أنواع الجمل من حيث ترتيبها من داخلها، قلنا إن هي عبارة عن جملة بسيطة أو مركبة. الجملة البسيطة نوع ثلاثة أشكال، فاعل وفعل، فاعل وفعل ونموذج البسيطة أشكالها ثلاث أشكال. جملة فاعل وفعل سوجي اي فيرب، جملة فاعل سوجي فيرب أرتربيي فاعل وفعل ونعت، وجملة فاعل وفعل مفعول. الجملة المركبة هي جملتين أو أكثر. الجملة الرئيسية بروبوزيسيون برانسيبال، وجملة تابعة لبروبوزيسيون سيبوردوني. أنواع الجمل، في جملة لفراز دي كلاراتيف الجملة الخبرية ديكلاراتيف. الجملة الخبرية تستخدم في شرح فعل أو حكاية أحداث، وهي تكون من فاعل وفعل ومفعول وتنتهي بنقطة لبوان. ثاني، إذا الجملة الخبرية هي التي الجملة التي تفيد معنى تام. الجملة الخبرية التي تفيد معنى تام. تستخدم الجملة الخبرية في شرح فعل أو حكاية أحداث، وهي تنتهي، هي تتكون من سوجي وفيرب وكومبليمون. لما أقول il travaille pour vivre، إنه يعمل ليعيش، لكي يعيش، يبقى il travaille pour vivre جملة خبرية، تمام، تتكون من فاعل وفعل ومفعول وتنتهي بنقطة لبوان. الجملة يبقى ديكلاراتيف الجملة الخبرية. طيب الجملة الأمرية لفراز أمبراتيف الجملة الأمرية ذلي الناس. الجملة الأمرية أمبراتيف تستخدم الجملة الأمرية بفعل في صيغة بنقطة الأمر. طيب انتبهوا حضراتكم معايا كده لحظة. الجملة الأمرية أمبراتيف ده عبارة عن جملة بوجه منها ثلاث أغراضها، ثلاث حاجات، تمام، وده بياخدوه طلبة الثانوية العامة. الغرض الأولاني الأمنية، اثنين توجيه أمر، ثلاثة توجيه أمر، ثلاثة الترجي. يبقى لإما بترجي حد، لإما بيوجه أمر لحد، لإما بيتمنى شيء معين. وبصرف الفيرب هنا مع ثلاث حاجات، مع تي أو مع النو أو الهو. وإمتى يتم تصريف الفعل مع التي، مع التي أو النو أو الهو؟ حضرتك مع التي لو أنت بتوجه أمر، بتوجهه لواحد مثلك في نفس الدرجة وليس أعلى منك أو أقل منك، مع التي يصرف الفعل مع التي لتكوين جملة أمرية. لو حضرتكم بتكتبوا ورايا، يبقى الجملة الأمرية هي عبارة عن فاعل، فعل ومفعول، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تمام؟
طيب يبقى هنا بنتكلم على ازاي اكون الجمله الامريه او الفعل الامري، ان انا بصرف الفيرب مع التي مع برنو الضمير تي او النو هو التي لتوجيه امر لشخص مثلي او طلب شخص مثلي او اقل مني، تمام، مع النو لو انا بتمنى شيء معين يقول الله على ميزون هيا نذهب الى المنزل، الله الكسندري هيا نذهب الى الاسكندريه. يبقى هنا بمعنى بتتمنى شيء معين بتوجه بنقول نروح كذا، تمام، نذهب الى مكان معين. يبقى ده معنى الهو لو كان بتترجى شيء معين او بتطلب بصيغه الادب شخص ما، لما اقول له اللي على بروبتك اذهب حضرتك الى المكتبه pour lire le sur le français، اذهب الى المكتبه لكي تقرا عن الفرنسيه aller à la bibliothèque pour apprendre le français، اذهب الى المكتبه لكي تتعلم الفرنسي، تمام. فaller صرف فعل مع الهو، ومش شرط مع الهو يبقى بمعنى الجمع، ولكن مع الهو ممكن يبقى بمعنى الاحترام بصيغه الاحترام، ده بمعنى الجمله الامريه، تمام. الجملة الاستفهامية لفراز انتروغاتيف، الجملة الاستفهامية تستخدم لتوجيه سؤال وتنتهي بعلامة استفهام. وأنواع الجمل الاستفهامية حضرتك، لأن في حاجة اسمها جملة بمعنى هل، ودي بتستخدم حضرتكم معايا، تمام. الجملة الاستفهامية بمعنى هل بنستخدم اسم او بستخدم اللهجة او بستخدم اداة استفهام، الجملة الاستفهامية بقول تي برون تي لي لي فرنسي، هل انت تقرأ الفرنسية، تي اللهجة سؤال باللهجة والتي لي لي فرنسي انت بتقرأ فرنساوي، يبقى ده عن طريق الى اسك تي لي لي فرنسي، هل أنت تقرأ الفرنسية، ده السؤال بمعنى هل. أما السؤال لو أنا بسأل عن أقول ك لي تي، وتكوين السؤال هنا حضرتك خلي بالك معايا، تكوين السؤال كالآتي، أداة استفهام وبعدين اسك وبعدين سوجي بعد كده الفيرب، بمعنى إن حضرتك هنا بتحط اسك أداة استفهام والفاعل لكي تصبح الجملة في محل ترتيبها الصحيح. اما في حالة الاستغناء عن اسك فحضرتك هتقدم الفعل على الفعل مثلما اللغة الانجليزية بالضبط، يبقى حضرتك هتقول اداة استفهام وفعل وفعل. هكتب حضرتكم مثال كي que li te que li te ماذا تقرأ أنت، أو أقول te كيف كيف لي كيف في لي ماذا أنت تقرأ، تمام. الأولانية كانت عبارة عن أداة استفهام فعل فاعل، أما الثانية فكانت عبارة عن أداة استفهام واسم والفاعل والفعل. توجه السؤال باستخدام علامة الاستفهام لبوان تيرونتيرغاسيون في الآخر، فنناقش السؤال لما أقول مثال فوندري فول دو ديمانش، هل ستأتي يوم الاحد، يبقى ده السؤال بمعنى ايه، هل ستاتي، يبقى السؤال ده هل، زي ما قلنا حضراتكم ان يبدا باللهجه او تقديم الفعل على الفاعل او باستخدام اسم، تمام. وانواع الاسئله وقلنا ان هو تكوين السؤال ازاي. الجمله التعجبيه تبدا الجمله التعجبيه بكلمه تدل على التعجب وتنتهي بعلامه تعجب لبوان عفوا يا فندم، تحت امرك يا استاذ محمد.
5. كل 7 enfants et quel que cet enfant est gentil. Que cet enfant est gentil. يا لهم من طفل لطيف. انتجاتيف ومع ممكن ان نجعل جملة منفية انفرادي. يعني في ايه؟ في حاجة اسمها الجملة المثبتة والجملة المنفية. دائما ما الأيضا. الجملة المثبتة انفراتيف انفرماتيف والجملة المنفية نيجاتيف. تمام؟ لما أقول جي إيم للشوكولا أنا أحب الشوكولاتة. يبقى دي إيه؟ إفراد انفرماتيف جملة مثبتة. لما أقول عايز أنفيها أنفيها إزاي؟ يبقى جي إيم با أنا لا أحب الشوكولاتة. تعتبر هذه جملة منفية. إلى أين تقع؟ ما هي أدوات النفي؟ إذن إن شاء الله أنا بإذن المرة الجاية إن شاء الله أدوات النفي جميعها بإذن الله نحاول نختصرها ونأخذها إن شاء الله بإذن الله. أداة النفي من النيو والباء تضع الفعل من النيو والباء. إذا ما نتكلم عن تكوين الجملة النفية الفاعل ني فعل باء لي كومبليمون للمفعول. تمام؟ جي فاعل لي اي با لي شوكولا انا لا احب الشوكولا. طيب حضراتكم هنا لو جينا اتكلمنا على الجمله المثبته والجمله المنفيه. الجمله المثبته هي عباره عن اثبات الفعل على الفاعل. الجملة المثبتة هي إثبات الفعل على الفاعل. أما الجملة المنفية وهي نفي الفعل عن الفاعل. مكان الجملة لو أنا جيت هنا كتبت لحضراتكم هنا يبقى هنا جي ني زر تكوين الجملة المنفية. تكوين الجملة المنفية سوجي ني فيرب با كومبليمون فاعل والني والبا الفعل بين الني والبا وكده يبقى انا نفيت الفعل عن الفاعل. طيب لو جينا هنا حضراتكم باستخدام عايزين نرجع البرزنتيشن اللي كنا عارضينه لحضراتكم استأذن الإسراف ان هم يرجعوا بس بعد اذنكم البرزنتيشن اللي كنا هنشتغل عليه هو فرنسي كامل فرنساوي. تمام بونسوار مسيو تيمور اهلا بيك حضرتك يا فندم. هنا تعريب يقول جيتيم ماما انا احب والدتي. ايه هنا كنا نتكلم عن عرض او شغل كنا نشتغل عليه لفراز سام ديكم برون ان سيلف فراز ان بو الليمون لي ابلي لفراز انت بدون كي كومونس بار ان بريسكيل. جمله بسيطه لا نفهم الا انها فعل واحدا بك ليس الا. تمام يا فندم بارك الله فيكم. الجمله البسيطه لا تفهم انها فعل واحد ببساطه بانها جمله مستقله فراز انت بيدونت. فراز انت بيدونت جمله مستقله التي تبدا بمسكين وتنتهي بليسي دي بون تاكسيون وتنتهي بالنقطه لي بوان. بيقول جيتيم لماما يبقى هو بيقول انا احبك يا والدتي. يبقى هنا بيقول ان دي جمله مستقله بتتكون من فعل واحد في الجمله. دي هي جمله بسيطه التي تتكون من فعل واحد وهي تسمى بالجمله المستقله. يبقى الجمله المستقله وليه انت بتعيد الكلام مره ثانيه؟ هقول لحضرتك ليه. لانك انت الجمله اللي انت فهمته ان هي عباره عن جمله فعل واحد. طيب
مجنون او فعل واحد ممكن ما تأديش معنى، لو ما أديتش معنى يا فندم او ما عطاكش فعل معنى مستقل بذاتها فهي هنا بالجملة مستقلة، لكن جملة تابعة يعني مستقلة افهمه ان هي جملة بتعطي معنى كامل من خلال فعلها، اما اذا الجملة لم تعطي معنى كامل فهي جملة تابعة وليست مستقلة. ادخل على الشريحة اللي بعدها. Les éléments de base. Antique les actions et liens. الفعل الذي يدل على الحدث يوجد منه. الفعل نوعين. فعل يدل على الحدث. وverb de. وفعل يدل على الحالة. هذه الأمثلة الموجودين عند حضراتكم هنا. مسيو محمد يقول les gens semblent dire qu'on tend un verbe de conjuguer et commence par un point se détermine un point. Ustaz Mohamed, tamam efendim, pardon, il commence par i. Tamam, monsieur Mohamed, tamam, bravo, je vais te faire ça. Non, là, je vais te faire ça. C'est tamam. D'accord, Ustaz Mohamed, il y a ce qu'il dit, وهي تتكون منها، معلش يا استاذ محمد انا اتعودت ان انا ابقى ما يسمى بيسموني في المدرسه صياد الاخطاء، بمعنى ان انا ما بحبش اشوف غلط واسكت عليه مع احترام الحدث. تمام، فهو كنت هصححها لك. اتس اوكي، حضرتك مشكور ومبارك الله فيك. لا يا فندم، انا ليا الشرف يا فندم، انا اتبع حضرتك يا استاذ محمد ياسر. تمام، حضرتك الجملة هنا لو عدد هنقول الجملة البسيطة او الجملة المستقلة المستقلة نسيه بردون هنا. الجملة المستقلة سميتها ليه؟ لان الفعل بيدل معنى مستقل بذاته، والفعل ما هو عايز لان verb antique l'édiction فعل بيدل على حدث، verb date اتا وفعل يدل على الحالة. امثال الافعال عند حضرتك ومكتبين قصادكم ات parties complete rester demeurer passer voir avoir l'air les autres verbes qui sont les verbes d'action باقي الافعال الافعال الاخرى تدل على الحدث. تمام، انا كاتب لحضراتكم كل الافعال اللي تدل على الحاله. verb être prat يدل على المظهر، complete rester demeurer passer voir avoir l'air les autres verbes qui sont les verbes d'élection. Le sujet ou le verbe élection. فعل فاعل وفعل وحدث. Le sujet répond à la question. Qu'est-ce qui est qui? Que est-ce que c'est qui? تمام. Je plains joue. Je plains joue. Je plains da bielab. Le sujet je plains وزو يلعب، يبقى فعل فاعل وفعل واحد. تمام يا فندم، برافو عليك يا استاذ محمد ياسر، برافو، بسم الله ما شاء الله. اللي هي كونتون، تمام، ده فعل يدل على الحاله. تمام تمام يا استاذ محمد، بارك الله فيك. تمام، طيب هنا حضرات يا ريت كل حضراتكم تشاركونا وانا اكون سعيد بالمشاركه دي. انا ليا الشرف يا فندم حضرتك تشاركوا جميعا في معايا ان شاء الله. تمام، سوجي وفيرب والاكسيون، اكسيون فعل فاعل وفعل وحدث. بمعنى يعني لما اقول بيجاوب على ان مين اللي بيعمل فلان، لما اقول جولان جو جولان يلعب خلاص اللي بعدها بيبقى حدث، ده يدل على الحدث. جولان هو السوجي وزو يلعب الفعل وبعديها الحدث الذي يقع عليه. النوع الثالث حضرتك هنا بيقول سوجي وفيرب دي تان او ادجكتيف فاعل وفعل وفعل الحالة والصفة. تاني يبقى حضرتك هنا بتقول في ثلاث أشكال من أنواع عناصر الجملة البسيطة: سوجي وفيرب وأكسيون، سوجي فيرب دي إتان أدجكتيف، سوجي فيرب إتان أدفيرب أدجكتيف. تمام، لما أقول مثال على سوجي والفيرب دي إتان أدجكتيف فاعل وفعل الحالة والصفة
لما اقول ماري ماري اي بيل ماري جميله سوجي اللي هو ماري فيرب ايتا فيرب اف ادجكتيف بيل ادجكتيف كلوتيف اكسيون هي النعت نو سوم بي نحن عشرة تمام سوجي وفيرب ايتا نو سوجي وسوم فيرب ايتا وادجكتيف نمرال بي الصفة العددية وهي عشرة هي صفة عددية تجي وفرد إيتا وأدفرد أدكتيف لما أقول ماري إيه تريك بل ماري دي بنتي جميلة جدا بقى تمام تجي ماري وإيه فرد إيتا وتري أدفرد وبل أدكتيف كلماتيف أتبيه صفة تعتية تمام بماري فاعل وفعل الحالة A يكون وتري اللي هو adverb وبل اللي هي صفة النعتية تمام حضرتكم كده حد فاهم حاجة اللي فاهم بقى يديني واحد أنا منتظر على ما على ما حضرتكم رقم واحد في العمق السريح اللي بعدها رب دايما الموت كل حضرتك معانا مصروف تمام طيب هنا ننقل على الشريحة اللي بعدها اللي هي do some case be to say do some adverb ita adverb perfect be adjective numeral to say verb diction adverb بمعنى فاعل وفعل الحدث و الظرف بذلك لما اقول ليران ترابي سوريز سمو تمام او مثال بالعربي كده بقى كده مع نفسك يقول حضرتك بقول مسيو محمد ترافاي سوريز سمو بيعمل بجديه يبقى محمد هنا ليه محمد سوري ويعمل فيربل ديكسيون وسوريز سمو يعمل بجديه ما قلتش زي فيرب دي اكسيون او ادفيرب او ذا تمام في حد هيتي حاجه انقطع على النت دي بسم الله ما شاء الله زيبار تريي تمام يا استاذ تيمور بسم الله ما شاء الله عليك استاذ محمد الفيرب دي تا فيرب دي تربيي سون الفيرب دي تبلمي بريم دي ان تا او ان تانفيمون لتا Désolé. Tamam, je très bien, très bien, très bien, très bien. Tamam. بس حضرتك استاذ محمد verb être او partir او sembler او devenir او devenir او rester. Rester تمام هو افعال حدث de rien بسيبكم. تمام. بسم الله ما شاء الله عليك حضرتك بتقرا كتير. تمام. لما اجي اقول لحضرتك هنا الجمله بقى نجاوب عليها كده الاستاذ محمد ياسر بيجاوب معانا لما اقول لك هدى ايه نقط كوبليتي استاذ محمد ياسر معايا اقول لحضرتك جمله ثانيه هدى ايه كوبليتي كمل انت حضرتك هتبقى الجمله تبقى ايه Très bien, M. Mohamed. Ça, c'est moi, je dis, mange rapidement. D'accord, c'est ça. Manger, M-A-N-G. Hoda, E. Content. Hoda, ça compte Saïda. Saïda, il y a un débat à un E. Débat à un Sefa. Vous savez, là, vous m'avez dit, le gommel, le secret Salim, بقطع عملت جمله بنفسك مش بتتعلم اي لغه في اي اتربيه تمام نعت برافو عليك يا استاذ محمد تمام مش بتتعلم اي حاجه في اي في اللغه الفرنسيه بالذات تجي وفيرمون كونستر تمام فاعل وفعل ومفعول نقرا على اخر شريحه بعد اذنكم تمام لكيب ديف فراز انواع الجمل كيب للفراز هو انترو دي تجد عشرة حاجات فراز
ديكلاراتيف انفراتيف، جملة مثبتة، جملة خبرية مثبتة. تي ام لشوكولات شو، انت تحب الشوكولاتة الحارة. فراز ديكلاراتيف نيجاتيف، الجملة الخبرية المنفية. تي ام با شو. فراز انتروغاتيف، الجملة الاستفهامية. تي ام لشوكولاسو، ام تي لشوكولاسو، لشوكولاسو. الثلاث صيغ اللي كلمنا عليهم بسؤال عن الحل. اكسماتي، الجملة التعجبية. تي ام لشوكولاسو، انت بتحب شوكولاسو. فراز اكسماتي نيجاتيف، الجملة التعجبية المنفية. تمام. فراز ام براتيف، الجملة الأمرية. فراز أمبراتيف نيجاتيف، الجملة الأمرية المنفية. المنفية. فراز باسيف، الجملة باسيف، الجملة مبني ميهول. باسيف نيجاتيف، مبني ميهول غير أمور. وأتمنى أننا أكون أنجزت مع حضراتكم. وفي تقصير مبنية على مجهول. تمام يا فندم. أتمنى أن يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن كان تقصير مني فأنا آسف عليه. جمعنا الله إياكم على روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرب شربة هنيئة من يديه الشريفتين لنظمأ بعدها أبدا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وأمنه. عليكم ورحمة الله وبركاته.